ومستمعينا الكرام للمزيد من التفاصيل حول الأخبار السورية نستضيف معنا عبر السكايب شام حمزة الناطقة باسم شبكة شام الإخبارية في دمشق وريفها. أستاذة شام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كنا نتحدث عن مدينة حلب حيث قصف لليوم 16 على التوالي بالبراميل المتفجرة، يعني تطلعين على صورة الوضع هناك، وأيضا على مدينة حمص حيث بدء اتفاق تهدئة بين المعارضة وإجلاء للسكان. تفضلي. نعم أحد عزيزي، نحن من حلب واشتباكات العنيفة مستمرة في عند سجن الحرب المركزي، الاشتباكات العنيفة مستمرة حتى هذه اللحظة. يعني يوم أمس هناك عدد من الصفحات الإخبارية وقنوات الأخبار نشرت خبر تحرير حرب سجن حرب المركزي، لكن هذه يعني الأخبار يعني عالية على صفحات هذه اللحظة. الاشتباكات العنيفة مستمرة، أيضا قصف عنيف على أطراف حي سجن حرب المركزي الذي يوجد به ما لا يقل عن 1500 معتقل داخله، يعني معظمهم منهم من السياسيين، منهم من الناشطين، منهم من المدنيين. أيضا الاشتباكات العنيفة حتى هذه اللحظة ليست فقط في سجن حرب المركزي، أيضا في منطقة يعني حي الخالدية، في منطقة مساكن هناك، بينما القصف العنيف للجان قصف عريق بالهواء، أيضا بالطائرات الحرب الميج والبراميل المتفجرة، يعني أكثر من 500 شهيد خلال الأسبوع الماضي فقط في هذه المناطق، في كل الحدادين، في حزمان، في عطين، أيضا في بكرة، في الصيرة، في كفر عبيد. يعني هذه المناطق أكثر اليوم من الصباح الباكر حتى هذه اللحظة أكثر ب14 براميل متفجر واستهدفت في تلك المناطق، يعني أدى حتى هذه اللحظة إلى ارتقاء ما لا يقل عن 150. نعم أستاذة شام تسمعين الآن؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذة شام حمزة الناطقة باسم شبكة شام الإخبارية في دمشق وريفها.